ايه رايك في الاهلي؟ قول لي بس تابعت الاهلي ازاي في الماتشين بتوع الوداد؟ لا بسم الله ما شاء الله، يعني يمكن الاهلي انا مبسوط جدا جدا من اداء النادي الاهلي في الفتره الاخيره دي بالذات مع موسيماني. يعني انا شايف ان اختيار موفق جدا جدا من الاداره كابتن هاني الحقيقه. انا من نوع اللي احنا مدربين يعني نعرف نقيم المدرب، يعني مش مشجعين بس. ده حقيقي. لا الراجل عنده حاجات كتيره كويسه قوي. الراجل بدأ يقرب المسافات بين اللعيبه وبين بعضيها، بيلعب الخطوط كلها متكامله مع بعضيها، بيطلع اذا كان بيهاجم كلهم كبلوك واحد وبيرجع نفس الوضع. تحس النادي الاهلي كمان دفاعيا بقى افضل، تحسه هجوميا بقى في كثافه عدديه. عنده ميزه كويسه قوي قوي ان هو حاطط ايده على كل لاعب ودوره في الملعب فين، في المكان بتاعه. لعيبه الاهلي شكلها فايق، في استحواذ عالي ما كانش موجود فعلا. مظبوط. الفتره اللي فاتت تحس اللعيبه بتلعب وهي مبسوطه في اريحيه في اداء كده. في اداء وفي اسلوب دفاعي وهجومي منظم وفي يعني اصرار ما شفتوش الفتره اللي فاتت. يمكن انا من خلال برنامج اقول لك، يعني انا لعبت قدام الاهلي ماتش في الدوري كان فايلر ماسك؟ كان فايلر وكنت متخوف جدا على الاهلي قبل مباراه الزمالك. يعني كنت متخوف على الاهلي قبل يعني قبل مباراه الزمالك. يعني الكلام ده مش بقوله يعني لا، انت مدرب وبتنقل تجربه. يعني حسيته في الملعب كان في حاجات طبعا، يعني فايلر قدم عليه وعمل عليه ومشكورا الفتره اللي فاتت، لكن الحاجات اللي شفتها في الملعب ما كنتش يعني شفت ان هي قللت من النادي الاهلي. يعني اليو ديانج كان بيلعب على الخط، قفشه بيلعب على الخط الناحيه الثانيه، يعني لخبطه في التشكيل طبعا. يعني الكلام ده كان مساعدني، انا كنت واقف صحيح. الامور كانت بالنسبه لنا اسهل، وفعلا كان في الماتش ده احنا استحوذنا فتره طويله على النادي الاهلي في فتره يعني خدنا فيها 6 كورنر واثنين فاول على ال 18. فده من الاسلوب اللي كان الاهلي ساعتها بيلعب بيه. لكن مع موسيماني انا شايف الراجل هايل عاجبني بصراحه. شايف ان الاهلي خطواته سريعه لقدام، فعندي اطمئنان اكتر من الاول على طول. عندك اطمئنان على البطوله على المباراه النهائيه اكتر من الفتره اللي فاتت. الفتره اللي فاتت كان عندي خوف، لكن لا شكل الاهلي كويس. حتى لما بيجيب الراجل جه في ماتش رجع حمدي فتحي في قلب الدفاع لانه طبعا عنده غيابات. الراجل عايز الفرقه اللي بتحب تعمل استحواذ بتحب ان اللي يبدا من تحت لعب كوره. فلعبت الكوره اما تبدا الكوره من تحت سلسه تلاقي بعد كده الهجمه تبقى منظمه والشكل توصل للمرمى الهدف بتاعك بسهوله وباريحيه من غير